السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم جدًا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضًا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيع في النظام القانوني للتاجر، وسنعرض في حصتنا هذه الموضوع تحت عنوان أعمال القرض. بعد ما شفنا أعمال ديال البنك وهي جميعها تدخل في الأنشطة التجارية المرتبطة بالخدمات، في مقابل هناك أنشطة تجارية مرتبطة بالتسويق والتوزيع، وأيضا هناك أنشطة تجارية مرتبطة بالتصنيع، وكل هذا يدخل في الأعمال التجارية البرية بطبيعتها، في مقابل الأنشطة التجارية البحرية والجوية. وهذين العنصرين يدخلون في الأنشطة التجارية بطبيعتها، في مقابل الأنشطة التجارية الشكلية اللي قلنا هي الكمبيالة والسند بالأمر والشركات التجارية. وكيبقى هاد أعمال القرض، فكيبقى القرض هو من عمليات الائتمان، وهو تصرف يضع به الشخص من الأشخاص أموالا أو يلتزم بوضعها بعوض رهن، تصرف في شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها أو يقوم بالتزام لمصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر. وتعتبر في حكم عمليات الائتمان العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار، التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والعمليات المعتبرة في حكمها، وكذا عمليات شراء الفاتورات، وكذا عمليات البيع الاستردادي للأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ. وكتولى مؤسسات الائتمان القيام بأعمال ديال القرض، وكتشمل مؤسسات الائتمان مؤسسات ديال البنوك وشركات التمويل. وقد اعتبرت المادة 11 من القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من قبيل الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان هو مؤسسات ديال الأداء وجمعية السلوفات الصغيرة، الميكرو كريدي والبنوك الحرة والشركات المالية لسوسيتي فيونسيير وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي. ولعل المشرع بموقفه هذا قد وضع حدا للإشكال الذي كان يطرح بخصوص جمعيات ديال السلوفات الصغرى ديال هادو ديال الميكرو كريدي، واش كيكتبوا الصفة التجارية، ذلك أن القانون رقم 1897 المتعلق بالسلوفات الصغيرة كان قد نص في مادة الأولى على أنه تعتبر جمعية السلوفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفق الأحكام الظاهر الشريف الصادر في 3 جمادى الأول 1378، كان نضع 1958، بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، وكيكون الغرض ديالها هو توزيع السلوفات الصغيرة طبقا للشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، مما كيستنتج منه أن هذه الجمعيات تخرج عن نطاق أو من نطاق القانون التجاري. وما يؤكد ذلك هو أن المشرع نص في نفس القانون على أن هذه الجمعيات لا تخضع لأحكام القانون رقم 93/147 الصادر في 6 يوليو 1993، والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط ديال المؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. واللي نسخ احكام ديال القانون رقم 93/147 واخضع جمعية السلوفات الصغرى لاحكام الباب الرابع من هذا القانون، وهي تلك المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان، حيث بدأ السؤال كيطرح حول مدى اعتبار هذه الجمعيات بمثابة مؤسسات الائتمان تخضع للقانون التجاري. لكن المشرع ما لبث أن وحد موقفه بمقتضى القانون رقم 103/12 بشكل لا يجعل مجالا للشك في كون هذه الجمعيات هي مؤسسات ائتمان تخضع أيضا للقانون المتعلق بهذه المؤسسات. والإضافة لهذا، سلف ذكره بخصوص المادة 11 اللي اعتبرت جمعية السلوفات الصغيرة في حكم مؤسسات ائتمان نص الفصل 19 من القانون المذكور،
أنه بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليه لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، كتسري على جمعية السلوفات الصغيرة الخاضعة للقانون المنظم للسلوفات الصغيرة أحكام متعلقة بمنح الاعتماد وسحبه، وهذه الأحكام المتعلقة بالمحاسبة والقواعد الاحترازية والمراقبة والرقابة الاحترازية هي الأحكام الخاصة بتسوية صعوبات مؤسسات الائتمان، وكذا الأحكام المنظمة للعلاقات بين المؤسسات الائتمان وعملائها وغير ذلك من الأحكام الأخرى التي خص بها المشرع باقي مؤسسات الائتمان. وهذا يعني أن جمعية السلوفات الصغيرة أصبحت تخضع لمختلف أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبالتالي خضوعها لمقتضيات القانون التجاري من قبيل انعقاد الاختصاص في النزاعات التي تكون طرفا فيها المحاكم التجارية. إذا إلى هنا كنكون وصلنا لختام العرض. بطبيعة الحال أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإذا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد على أن نواصل مواضيعنا في القادم إن شاء الله. يمكنكم الرجوع أو العودة إلى قناة يوتيوب جعفر تغزري للمتابعة. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، بالله التوفيق والنجاح.